حتى وإن لم تتحرك واشنطن اليوم، الحديث عن جلب المزيد من الشحنات، يعني هل يمكن أن يحرك أو ربما يستجلب ردود فعل مستقبلية؟ أشك في ذلك، لأن اليوم في ما يتعلق باستراتيجية إدارة بايدن تحديدا فيما يتعلق بلبنان على وجه التحديد، يبدو بأن هناك تفاهم ضمني بأن بضرورة حل أزمة الطاقة في لبنان. وهنا أوافق مع الأستاذ من بيروت الأستاذ سامي عندما يتحدث عن ربط الملفين، ملف هذه الشاحنات بملف وصول الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، لأنه هذه هي البوادر. البوادر هي أن الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات على الشاحنات، ما يعني بأنها لن تفرض أي عقوبات مرتبطة بقانون قيصر على وصول الغاز والكهرباء، وهذا أيضا ما رددته باربرا ليف مرشحة بايدن لمنصب مساعدة وزير الخارجية. وهذا الأمر بدأ من فترة هنا في الولايات المتحدة. نذكر مثلا زيارة العاهل الأردني ولقائه ببايدن، تحدث خلال هذا اللقاء عن ضرورة ألا تفرض الولايات المتحدة عقوبات على هذه الشحنات، تحديدا شحنة الغاز والكهرباء من الأردن ومن مصر، لأن لضرورة يعني حل مشكلة وأزمة الطاقة في لبنان، لأن هذا هو بالنسبة للولايات المتحدة الحل الذي توصلت إليه دول حليفة كمصر والأردن لحلحلة الوضع المتأزم للغاية في لبنان. اليوم الولايات المتحدة لا تريد للوضع في لبنان أن يزداد تدهورا، ليس لديها مصلحة أن يندلع صراع آخر في المنطقة في وقت هي تحاول أن تركز عليه على ملفات أكبر مثل ملف الصين، ملف تنامي تنظيم القاعدة في إفريقيا. إذن اليوم صحيح أن مشكلة لبنان قد تبدو للموجود في الداخل اللبناني مشكلة كبيرة للغاية، لكن علينا أن ننظر إلى هذه المسألة وإلى سياسة الإدارة الأمريكية بعين أمريكي اليوم. لما هي مصلحة الولايات المتحدة اليوم في لبنان؟ هي أن لا يتدهور الوضع الأمني أكثر، هي أن يتم حل الأزمة بأقل أضرار ممكنة، وهناك دوما ورقة العقوبات. وهنا أذكر مثلا المسؤولين اللبنانيين الحاليين، هناك تخوف فعلي من أن تفرض عقوبات أمريكية عليهم، وهنا لا أتحدث عن التابعين لحزب الله لأن العقوبات أصلا مفروضة على الحزب كمنظمة إرهابية بالنسبة للولايات المتحدة، لكن في إدارة ترامب مثلا فرضت عقوبات على جبران باسيل وزير الخارجية السابق بتهمة الفساد، هناك دوما تلويح بهذه العقوبات. لكن أيضا حذر الولايات المتحدة والإدارة الحالية يقضي بأنه في حال فرضت عقوبات على مسؤولين جدد لبنانيين سوف تقيد أي علاقات مستقبلية محتملة بين الولايات المتحدة وهؤلاء المسؤولين، ومن هنا هذا الحذر الأمريكي الذي نتحدث عنه.